حتى تفاجأت في أواخر رمضان اللي فات بالطرد تاع السوفي، والسبب مجهول، ما كنعرفش اش من ساش ما هو السبب في الطرد. وانا دابا كنطالب، حنا دابا جايين ندير الاعتصام هنا، كنطالبوا غير بالحقوق ديالنا ومتضامنين مع الاخوان ديالنا اللي هما، وكنوبع الاخوه اللي هما مطردين كاع من وطن الشمس. فمؤخرا تفاجئنا بطرد هذه الاخت هذه فاطمه الزهراء اللي هي خدمت حتى هي مده 8 سنين ولا 10 سنين وهي خدامه معهم، والاخت مولوده حتى هي، لانهم منضمنين معنا ومنخرطين في النقابه في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. هذا هو السبب في طرد هالاخوه بالجات هذو اللي كتشوفوا قدامكم دابا، هذه نواري مولوده ومولعينين فاطمه الزهراء، لان كيتوسعوا لهم باش يدفعوا الاقاله ديالهم من النقابه. وما عرفت ليش من سبب، واش النقابه ماشي من حق؟ كنعرفوا بان النقابه راه حق مشروع في حق اي واحد، ودابا الناس هذو كيطالبوا غير بالحقوق ديالهم، ما كيطالبوش بشي حاجه اللي هي ماشي سميتو، كنطالبوا غير في داك الشيء اللي كاين في القانون مدونه الشغل، يطبقوا منا غير واحد القسط صغير، ما قلناهمش يطبقوها كامله، لا غير واحد الطرف منها، غير دوك المطالب، ثلاثه المطالب ولا سميتو اللي مطالبين هاد الخدامه هادو، هادوك المطالب اللي بغينا حنا غير يتحققوا من هاد الناس هادو وشكرا. نهار 16/5 جا هاد المسؤول هذا ووقفنا هادشي اللي كاين، ودقينا جميع البيبان و16 معاهم، هو ما تيجيش، ما تيوصلناش كاع، ما تيتقابلش معنا، ما بغاش حوار، ما بغا حتى حاجه. وحنا مضامنين مع هاد الاخوان هادو اللي حنا اللي في النقابه مع السي دي تي، وهادشي حنا مضامنين معاهم. 28 عام وانا مستخدم في هاد الشركه، حتى تفاجئنا باستمرار، حتى تفاجئنا بالطرد نهار 16/5 2018 وبدون اي سبب يذكر. والتجئنا للسلطات المحليه، مفتي الشغل، درنا اللقاء معهم مع مفتي الشغل، وحتى واحد ما تيقابلنا ولا يجي يجلس معنا باش نتواجهوا. مال اخويا خدام في هذه الشركه ديال سوديت مده 20 عام، هادي من 98 الى حد الان، وفاض رمضان هادو جا خويا هاد الناس هادو جراو علينا من الخدمه. حنا هادي شي 6 شهور ولا 8 شهور وحنا جالسين، ما عندنا حتى باش نخلص الكره، ما عندنا حتى حاجه. هاد الناس طردونا ما درنا حتى حاجه، كاين شي مشكل باش طردونا يقولوا لنا، تنمشيو للسلطات تيقولوا لنا سيروا للمحكمه ولا يقولوا لنا شي حاجه. هاد الاعتصام درناه، جاو بغاو يجريو علينا يحيدونا من هنا، صحاب لوطيل تا هما جاو بغاو يجريو علينا، حتى البلاصه فين كنا جاو عمروها لنا بالماء، حفروها باش يجريو علينا، وجاو حتى البارير باش يسدونا هاد البلاصه. والمهم هاد الناس هادو تنطلبو غير حقنا منهم، حنا راه 20 عام ديال الخدمه ديال البرد، كنت انا تنشد هاد الباب هذا ديال لوطيل في الصيف وفي البرد مده 20 عام خدام عندهم، ملي كانت عندي 17 عام وانا خدام، حتى لدابا جاو جراو عليا قالوا لي ما تتسال حتى حاجه انت، الله يعاونك. والله اعلم اشنو درنا، قولوا لنا شي سبب من هذا الشيء هذا. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.